خطة العملية الإنسانية الشاملة في اليمن، يواصل مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية مد جسور الإغاثة للشعب اليمني. 8 شاحنات دوائية وصلت إلى مدينة عدن التي ستوزع على المحافظات اليمنية المتضررة. ما زال مركز الملك سلمان مستمر ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن في دعم المستشفيات وبالمحاليل وبالأدوية وبالمعدات لتأهيلها لتأدية دورها تجاه المواطن اليمني. اليوم تصل هذه 8 شاحنات محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية للمستودعات المركزية، ليتم من خلال المستودعات المركزية توزيعها على كافة المحافظات اليمنية ويستفيد منها جميع المستشفيات وجميع الشعب بإذن الله تعالى. قوافل الإغاثة من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية متواصلة عبر جسور جوية وبحرية وبرية. طبعا هذه الكمية إن شاء الله معدلها في إدارتنا اللي هي إدارة الإمداد الدوائي في وزارة الصحة للتوزيع على مختلف محافظات الجمهورية حسب الاحتياج وحسب الجداول التي معهم. إمداد المستشفيات بالأدوية يأتي ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة، وذلك لتخفيف المعاناة عن اليمنيين المتضررين من حرب ميليشيا الانقلاب الحوثية. قوافل إغاثية وطبية يسيرها مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية إلى اليمن، والهدف هو تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني جراء حرب الميليشيا الحوثية. عبد الفتاح غلاب، الإخبارية، عدن.